العكس من بعد الانتظار قرر عن نفسي بنفسي ايدي اخد قرار اخلق من حزني ويأسي من حبس الانكسار كسر حيطاني وشمس تضوي عني المدار عم يبدا العد العكس لا عمر وشكل جديد لا بكرة يقرر عني ولا قدر اللي بيريد لا اشكي الحظ طال ولا هالقلب الوحيد غرق زوايا أمسي يا هالجرح العميد وبعيش حياتي لأول مرة حلوة وسعيدة مجنونة حرة لو حأرسلها صار لازم تعيش حياة طبيعية. بدها تضلها خايفة وهربانة. ساعة بتتعرض للموت وساعة بتسافر من بلد للتاني تاركة كل شيء وراها. ويا ريتها بمصر مبسوطة. أما بالإسكندرية وهي بالقاهرة. إيه؟ مش أمها على أساس ميتة؟ هيدي كانت تمثيلية لتاخذ أمها معها. أصلاً ما لحقت تستقر من بعد ما عاصم عرف إنها بعدها عايشة. اضطرت إنه ترجع تسافر على شرم الشيخ وبعدها راجعة. نايا كانت بشرم الشيخ؟ لا عم طلع فيها. بدك تقنعني فارس انه وقت رحنا على شرم الشيخ ما كنت عارف انه نايا هونيك؟ لا، من وين بدي اعرف انه هي بشرم الشيخ؟ شايفتيني ميشيل حايك ولا مايك فغالي؟ يعني عاصم طلع معه حق. معه حق شو؟ ما تقنعني فارس. ما تقنعني انه رحتنا هونيك كانت صدفة، كنت رايح لتشوفها لنايا. ما بصدق فارس. ما بصدق، ما كانك شخص عشت معه كل هالعمر. ليلى؟ ليلى ليلى روح شوي، لك وين رايح؟ شو صار؟ مبسوط؟ هذا اللي كنت خايف منه. بتعرفوا نكتة النجار؟ قال في مرة نجار راح عند مرة قالت له شوف لي هالخزانة اللي بيفتح بابها كل ما مرق التران لأن فات على الخزانة بوصلة جوزها من الشغل تعبان بده يغير تيابه فتح الخزانة لقى النجار مخبى قام النجار قال له أكيد ما رح تصدقني إنه ناطر التران ما هيك؟ إيه هذا النجار أنا للأسف نكتي قلبت كابوس مرسي على الغداء باي مو كيف شو صاير لك؟ عندي معاد حركة لك بعدين معاد؟ مع مين؟ مع ناس ما تعرفهمش كنت نفتكر أنه بعرف كل أصحابك ولا يهمك بكرة نعمل حفلة تعارف أتعرف فيها على أصحابك وأنت تعرف على أصحابي والمرة لو في حد من عائلة المرحوم أي فرصة نتعرف عليه ونقدم له واجب العزاء كريم أنا ما حكيت مع حدا ما بتعرفه أنا حكيت مع ابن خالتي فادي وأنا حكيتك عنه قبل هلأ وشو برار بيكون؟ لا يا أنا قلت لك أنا عندي معاد ومفيش وقت لو سمعتي بدك تخلص مني إيه كرمالك؟
شكلها كتير حلو. متهيألي ان انتي فترة حداد، وكلامك ده مش متناسب مع اللبس والمناسبة اللي انتي فيها، ولا انا غلطان؟ لا مش غلطان، معك حق. بالإذن. كيفك خالتي؟ كيفك حبيبتي؟ إن شاء الله صرتي منيحة. الحمد لله أحسن. ليكي حبيبتي، أنا وأمك صرنا جاهزين، ناطرين منك تقولي لنا أنت بنسلم البيت. صاحب الملك ناطر منا كلمة، بده يوعد المستأجرين الجديد أي متى بده يعطيهم المفتاح. أنا خالته طلبت منكم تنطروا علي يومين، أعطيني كمان يومين لأنه إحنا كتير مشغولين بالشركة، لازم نسلم المشروع على الوقت. ليك هالصدفة ليك، نحن عنا تسليم وأنتوا عندكم تسليم. ليكي بتعرفي شو؟ أنا فكري قله لصاحب البيت خلينا لجمعة الجاي. ويمكن قبل. لا، جمعة الجاي أضمن، وساعة المنفل منفل. طيب حبيبتي أعطيني الماما. إيه يلا، ها يا حي هون. نجا حبيبتي حكينا. نايا حبيبتي ما تعتلي همنا يا أمي، نحن قاعدين هون وما صاير علينا شيء، والوقت اللي بتلاقيه أنت مناسب نحن رح نكون جاهزين. حبيبتي يا أمي ماني مصدق إمتى تجي لهون لحتى أشوفك، بس ما بدي اياكي تجي وقلتها عنك. لما تجي بدي اخدك مشاوير وجزرك واهتم فيك ودللك و... ليه انا بشوف يا امي؟ يا حبيبتي انا شوفتي الك هي احلى مشوار بعمري. حبيبتي انت يا امي ما حدا غيرك شايفني. الو يا انجي، بقولك يا انجي انا عايزك تكلمي سليم وطارق ونهى تخليهم يقوموا بواجب العزاء لنايا لان جوزها توفى. ايوه وبالمرة نكسر حاجز الإحراج اللي بينهم اللي حصل عشان الموضوع يا اللي انتي عارفاه ده. أيوة يا فندم، بس أنا بصراحة خايفة من ردة فعل نهى. من ناحية إيه يعني؟ بالنسبة لنهى وفاة جوز نايا، يعني نايا بقت حر، يعني خلاص ما بقاش بينكم مشاكل. ده هو ده المطلوب، بالعكس أنا عايزة تلزم حدودها وكده تبقى عرفت بشكل واضح وصريح. أفهم من كده بقى إن أنت ونايا هترتبطوا قريب؟ أنا نفسي، بس واضح كده الموضوع هياخد وقت شوية. يعني استنتج من كده بقى ان انا وهشام هنسبقكم. انت بتتكلمي جد؟ حصل امتى ده؟ مبروك. ايوه، وعايز يقابلك بكره علشان يطلب ايدي منك. اي قابلني طبعا، بس يطلب ايدك مني انتي وانتي مالكيش اهل ولا ايه؟ لا ليه يا فندم، بس انا بصراحه اللي طلبت منه كده. ليه كفالة الشر؟ ما حضرتك عارف اهلي كلهم مسافرين، وعبال بقى ما استناهم يرجعوا مصر يكون العريس طار ولبنان اتضربت واحنا ما صدقنا يا فندم. لا واعيه. تلمستك. بس ده حصل امتى يا بنتي؟ ده انا لسه سايبكم. انا برضو مش مصدقه نفسي، ده لسه مكلمني من الطياره. انت عايزه تقولي ان هشام طلب ايدك وهو في الطياره؟ يا بنت المحظوظه، ده ما حصلتش لانجلينا جولي. لعلمك بقى يا فندم انا احلى من انجلينا جولي، بس كلكم مش واخدين بالكم مني. طب وده هيقابلني ازاي بكره اذا كنت بتقولي ان هو مسافر؟ لا ما هو القاهره بيروت، بيروت القاهره، رايح جاي سعادتك. يلا ربنا يوفقك، مبروك عليك. يعني بجد يا فندم موافق يجي يقابلك؟ طبعا موافق، ده انا ما صدقت لقيت حد يرضى بيكي وارتاح من زنك. مبروك، الف مبروك يا انجي، ربنا يوفقك. انتوا صاركم زمان ما جيتوا لهون، ما هيك؟ ايه زمان كتير، من وقت ما يا جماعة بيان على ست منال تعبانة، انا بفضل نتركها ترتاح شوي. معك حق، وبعدين سامية انت ما بيسوي لك لقعود كتير، بتعرفي حكيم هيك قال.
بالنسبة للحمل يعني. العوب سلامتك مدام. شكرا على جايتكم. ما كان في داعي تعذبوا حالكم. بقي بحياتك. ان شاء الله تكون روحوا بالسمر. يا جماعة حقيقة أنا بقدر كثير مجيتكم حتى تقدموا التعازي لمنال، مع إنه ما سبق وتعرفتوا عليها من قبل. بالنهاية ما اسمها إلا أخته لأستاذ عاصم، وأستاذ عاصم كان غالي كثير علينا. ما هيك فارس؟ أكيد ولو، كيف لا كان؟ كان بالإذن. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. خلينا نبقى نشوف بعض، ما تقطعوني مثل الأول. ما في غنى عنك كابتن، شوفك. باي. جبران، ما تنسى شو طلبت منك، بليز بدي رقم التليفون بأسرع وقت. ما تتأخر علي. ما تعتلي هم مدام، إن شاء الله بهاليومين بيكون الرقم معك. ميرسي كثير. باي. شو بدك تعطيها للمدام؟ واضح انه الشباب كثير اخذين وش عليك. منال شو قصدك؟ شو صاير لك؟ ما بكفي معذبين وجايين حتى يقفوا على خاطرك بعزوكي، كمان بتنشفي وجه عليهم؟ واكثر من هيك صرتي بدك تحققي معي كمان؟ اول مرة بتحكي معي بهالطريقة. جبران كثير تغيرت. لأنك مش منتبه على حالك كيف عم تتصرفي منال، أنت المغيرة مش أنا. لأني غيرانة. من شو غيراني؟ من كل شي غيراني، من أصحابك اللي ما بعرفهم، من حياتك الجديدة بعد ما عرفت إنه نايا عايشة وعاصم مات، من كل شي جبران، من هالبيت اللي حاسة حالي فيه غريبة وحيدة. منال بس ما عم بحكي هيك لحتى تشفق علي، ما بسمح لمخلوق بالدنيا كلها يشفق علي. جبران أنا كتير قوية، كثير أقوى منك وأقوى من عاصم كمان. شو بكي؟ شو بدك؟ بدي تكون حدي وجنبي لأنه أنت جاي على بالك تكون جنبي، مو لأنه واجبك بيقلك لازم تعمل هيك. ليك جبران، أنا ما بأمن بالواجبات، حتى بقلب العيلة، حتى مع أخي طول عمري بعمل يلي جاي على بالي أعمله مو يلي لازم أعمله. خسرت عيلتي كلها كرمال قناعاتي وأفكاري، وبيخسرك أنت كمان جبران. إيه؟ بيخسرك إذا بلحظة يا جبران تحس إنك عم تقول شي وتساوي شي تاني. وأي متى شفتيني قلت شي وعملت شي تاني؟ إمتى؟ كنت ما تصدق إمتى نلتقى. هلأ بتغيب عني بالساعات، ولما ترجع بيرجع معك ناس، ومو أي ناس، رفقاتها لنايا، رفقاتها لنايا والحجة جايين ياخدوا بالخاطر. منال انت هلأ موترة كتير ومنك على بعضك، انا رح روح اتركك شوية ترتاحي، ولما تروقي بنبقى بنحكي وبنشوف اذا ممكن تسمعيني واسمعك. باي. جوزها مات؟ طب وانت عرفتي منين؟ هي من سابت الشغل ورحت في 60 داهية؟ يعني هتروحي لها ولا لا؟ اروح ايه وبتاع ايه؟ اعزيها في ايه اصلا؟ دي واحدة كانت هربانة من جوزها، ده المفروض ابارك لها مش اعزيها. والله يا حبيبتي انت حرة،
أنا عملت اللي عليا، بقول الكلام ده الأستاذ كريم. لا ثانية واحدة، مش فاهم وإيش دخل كريم في الموضوع ده؟ أنت ناسة إن هي لسه بتشتغل في الشركة وإنها خلاص قربت تخلص المشروع بتاعها، وإحنا بصراحة كلنا بنستعد للاحتفال بالمناسبة العظيمة دي. لا أنت أكيد بتهزري، يعني هي نايا هترجع الشركة تاني وكأن مفيش أي حاجة حصلت خالص؟ نوها اسمعيني كويس، المعطيات دلوقتي كلها اتغيرت ومحتاجة الخريطة جديدة، يعني مش من مصلحتي خالص الانفعال ولا الجنون. خليكي ريلاكس وهادية يا بنت الناس، المرحلة الجاية محتاجة للعقل والحكمة، فهماني؟ انت بتخرفي بتقولي ايه؟ نايا لو رجعت الشغل يبقى على جثتي، ده انا اموت فيها. انت حرة، انا هعرف نفسي ليه؟ اهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي حضرتك. استاذ كريم هون؟ نايم فاضل. هو في ميعاد سابق عشان اطلع صحي؟ لا ما تصحي، اتركوا على راحته، الحقوا انتوا وانا اشوف. اطلب لحضرتك القهوه ولا تحبي تشربي حاجه تانية؟ قهوه منيحه. من عيني، عن اذن حضرتك. اللوحة دي أجمل وأغلى وأحلى لوحة عندي في البيت. مظبوط، معك حق، كتير حلو، ألوانها كتير حلوين، حتى كتير بتشبه روح البيت. بس أنا مش بتكلم عن اللوحة اللي على الحيطة، أنا بتكلم عن اللوحة البشرية اللي واقفة قدام عينيا. ليه ما رديت على تليفوناتي؟ عشان أشوف اللوحة اللي زي القمر دي قدام عينيا. القهوة جاهزة، خليها في المكتب. ايه رايك نكمل كلامنا في المكتب؟ في ايميل مهم جايلي وعايزه اشيك عليه. اوكي تفضلي. تفضلي. بعتذر اذا جيت بوقت مش مناسب. المشكله انك بتمشي في الوقت اللي مش مناسب، مش العكس. ما بقى رح روح خلص. يعني المفروض اعمل ايه؟ اطمن؟ صدقني مش عارف اصدقك يا نايا. اوف، لهالدرجه شايفني عاطله؟ يعني ايه عاطله؟ يعني مش كويسه. لا من ناحيه كويسه فانت كويسه وبنت حلال كمان، كتر خيرك. أصلاً أنا جيت لحتى أطمن عندك، هلأ أنا فيلي، باي. استني عندي كده، رايحة فين؟ باي. نايا استني، رايحة فين؟ ما بيخصك. طيب راجع على البيت؟ روح مطرح ما بدي روح، ما حدا قاله معي شي. عرفتي بقى لي أنا مش قادرة أصدقك، مش عشان أنت كدابة، لا عشان في حاجة في دماغك أوت أوف كنترول، خارج السيطرة. هنا في حاجة مش مظبوطة، مفيش تحكم. مظبوط، أنا مختلة عقليا وبدي مصح، لأني خطيرة على المجتمع ويمكن ارتكب جريمة. أنت خطيرة على نفسك يا نايا، ومجرمة كمان في حق نفسك. تقدري تفهميني أنت ليه لبستي الأسود على جوزك؟ جوزك اللي كان بيمارس عليك كل أنواع العنف وخلاك تغامري بحياتك وتهربي لدنيا جديدة وناس جديدة، جوزك اللي عايشك كل لحظة مرعوبة منه، ليه؟ لأنه جوزي وفي بيناتنا عشرة. انت بتحبي جلادك يا نايا؟ لا اكيد، بس ليه قلعت الاسود بسرعة؟ لاني لانه ايه؟ جاي لحد بيتي وبمنتهى الشياكة، ليه؟ عشان تغريني؟ كريم شو هالحكي هيدا؟ كل ده عشان ما ردتش على تليفونك مرة واحدة. انت بتهربي من اللي بيكلبش فيكي وبتجري ورا اللي راح منك
عشان كده لبست الاسود على جوزك عشان خلاص راح، وبعدين قلعتيه عشان اللي جاي. خلاص كريم، ليش هيك عم تعمل فيه؟ ولك ليش هيك عم تعذبني حتى انت؟ الا ليش ليش؟ كيف تعرف انت عايزه ايه بالظبط؟ مش عايزه شيء ولا بدي شيء، اتركني روح. هيك ما بقى بتشوف صورة وجهي وبتخلص مني على الاخر. مزبوط مزبوط، انا متعبه وبوجع الراس كمان. احسن شيء اني روح اختفي ضيع. ولك ليش بدي ضيع؟ ماني ضايعه خالصه. يا بتختفي ازاي وانا موجود؟ انت؟ ايوه انا. تروح فين من اللي بيحبك؟ وتختفي ازاي ما اللي شايلك معني؟ انت في قلبي كريم. روح وعيون وقلب كريم. هيدا الحكي الي؟ ومن غيرك؟ يعني منك زعلين مني؟ يا ريت نعرف ازعل منك. وهيدا الحكي كله شو كان؟ خايف عليك يا مجنونه. مظبوط اني مجنونه، لان ما عم بعرف حافظ على واحد مثلك بحياتي. افهم من كده ايه؟ كنت كتير خايفة مجرد الفكرة انه انت رح تتركني. ودلوقتي؟ مش رح اسمح لك تتركني. انت بتحبيني يا بت؟ كتير بحبك. لا احنا لازم نتجوز. انا جاهزة من هاللحظة. انا بحبك حب. ليه لا؟ ما احنا كده كده هنقابلها في افتتاح المشروع. لو قابلناها هناك نبقى نعزيها، ولا ايه رايك يا سليم؟ انا لو قابلتها صدفه او قابلتها في الشغل ممكن اعزيها، لكن اروحها البيت مخصوص دي صعبه شويه. يا خساره، هو انا اللي كنت فاكراك اجدع من كده بكتير. ايه علاقتك جدعانه بحاجه زي كده؟ انت بالذات ما تتكلمش خالص، عشان هي ضحكت عليك وراحت لكريم وفوق كده كمان طلعت متجوزه. الزامي حدودك يا نهى. ما تكلمنيش بالشكل ده، وانا حذرتك قبل كده. يا جماعه انتوا عيال صغيره ولا ايه؟ مش هتبطلوا خناق مع بعض ولا ايه؟ لا، البنت دي لازم تتشكل، لازم حد يلمها. ايه اللي يتشكل ومين اللي يلمني؟ انت اتجننت ولا اتجننت؟ اسمعيني كويس يا باشمهندسه، تاني مره هتكلميني بالاسلوب ده وديني لا خليكي تندمي. اوه مامي، لا انا خفت بجد. نهى، انت عارفه الموضوع ده قد ايه حساس بالنسبه لي؟ حساس ايه؟ ده اكيد اتجنن. الله، هم مغيرين الشيف هنا النهارده ولا ايه؟ ومين واحد تاني ياكلهم؟ واحدة بس، واحدة. انت كل اكلاتي. كلت اكلاتي يعني. انا فهمت. شو فهمت؟ فهمت الاكلة طعمها حلو ليه النهارده؟ ليه؟ عشان انت اللي بتاكلني يا قمر. انت طعمك انت فيها. مش معوش محتال انت على فكرة. انا من ناحية محتال محتال بصراحة. طب خلينا بالمهم. نتكلم مهم بقى، أنا نتكلم جد شوية بقى. أمي. أمك. أمك دي أنا عايز أقابلها. عايز أعمل لها تمثال. عايز أعمل لها حفلة تكريم وأقول لها يا أمي أنتِ جبتي الجمال ده كله إزاي؟ أمر. أنتِ مجنناهم، والله العظيم مجنناهم كلهم. ناطرتنا إمتى ما نجيبها من اسكندرية؟ نجيبها من اسكندرية دلوقتي حالا. كريم احكي جد شوية. والله بتكلم جد، نطلع نجيبها من اسكندرية دلوقتي حالا. طيب والافتتاح والتسليم؟ وإيه علاقة دي بدي؟ بالإسكندرية مفهوم القصة أنه أنا ما بقدر أشوفك اليوم، إذا جبتها على القاهرة بتبطل مفهوم القصة صح؟ ولو إني مش فاهم أي حاجة، بس اللي أنت عايزاه أنا أعمله. تعرف شو؟ منجيبها من بعد ما نخلص من همروجة الافتتاح والتسليم وكل هول، شو رأيك؟ حلو كلام، نجيبها. بس بس إيه؟ لهلأ مش عارفة كيف بدي أرجع أقابل سليم وطارق ونهى تاني؟ إحنا قلنا إيه؟ على رأيك آخر همي. هو ده الكلام يعني؟ يعني يعني يولعوا يعني يتفرسوا؟ يعني يتفرسوا. قولي يتفرسوا تاني كده. يتفرسوا يجي عسل والنبي يا نزلي خلصي. معنى يولعوا ويتفرسوا؟ قلت لي بقى انت منين؟ طمني دكتور، شو الأخبار؟ حالتها مستقرة بس بعد ما صحيت من الكوما. دكتور أنا بسمع إنه الإنسان اللي فايت بالكوما بيقدر يسمع كتير منيح بس ما في يعبر ولا يحكي. هذا الكلام مظبوط بالمية مية. طيب في فوت لعندها وأحكيها شوي؟ بس مش أكتر من 10 دقايق. وأقل كمان بوقتها.
اهلا وسهلا. ميرسي دكتور. سلامة قلبي يا شهرزاد. سامحيني. سامحيني لأني وصلتك لهون. ما كان خاطر على بالي أبدا إنه تكون هيدي هي النهاية. كنت مبسوط لأنك مبسوطة مرتاحة بحلاتك مع عاصم. بعتذر. بعتذر لأنه الحلم اللي عشتيه كان كتير قصير. اسمعي هلا أنا مش جاي حتى بزيكي. وأنا عارف لو فيكي تعبري كنت بتضحكي، خاصة لما تسمعي قصتي اللي ما فيها خبرها إلا لإلك. كنت حب وحدة من لما كانت بنت صغيرة، وكنت انحقها من مطرح لمطرح، بس ولا مرة كنت أوصل على الوقت. ضليت أحلم فيها كل حياتي. رجعنا التقينا أنا وياها، بس هي كانت مجوزة وبعدها بشوي ماتت. أنت أكيد عرفتي من هي، ما هيك؟ شهرزاد أنت ذكية وبتفهمي على الطاير. بهيدي الفترة أنا تعرفت على مرة روعة بتجنن، خلتني أنسى كل نسوان الأرض. حبيتها وكنت مستعد أقضي معها بقية أيام حياتي. هالمرة هي منال أخته لعاصم، عاصم جوزها لنايا البنت اللي أنا بحبها. وفجأة صار شي بيطير العقل. نايا عايشة وعاصم ميت، بس كان كل شي طبيعي لحتى رجعت سمعت صوتها على التليفون. ما بعرف شو صار لي، إحساس غريب. هلا منال إنسانة عظيمة وبحبها، عن جد حبيتها كثير. بس في شي جواتها عم بيقول لي روح دور عنايا من أول وجديد. روح دور عليها، وكأنه قدر يدور عليها. بعتذر، ما كنت عارف في حدا عندها. لا ولا يهمك، أساسا أنا كنت ظاهر. قصتها قصة. خير شو في؟ ولد جوزها لشهرزاد ربحوا الدعوة وبدو يسترجعوا كل شيء منها. العمل؟ شو أسرع هيدي؟ أسرع قضية بالعالم، كل شيء بالمصاري بيصير. شو الحجة تبعهم حتى ربحوا القضية بهالسرعة؟ قصتها مع الأستاذ عاصم هي اللي ضعفت لها الموقف. لو بقي كل شيء بالسر ما كان حدا حس على شيء. كان شرط المرحوم إنه ما تعرف حدا من بعده. يعني إذا هي شفيت شو رح يصير فيها؟ رح ترجع مطرح ما اجت. يا الله. نهى انت لسه ما لبستيش؟ روحي انت، انا تعبانه مش قادره اقوم السرير. انت عيانة؟ ايوه تعبانة شوي. مالك يا حبيبتي، فيكي ايه؟ مش عارفة مالي، حاسة احساس غريب قوي، احساس اول مرة احسه، مش فاهمة، حاسة ان انا بضيع. كريم تاني؟ تاني وتالت ورابع. يا نوع حرام عليك اللي انت بتعمليه في نفسك ده. انت بتدمري نفسك، موقفه حياتك كلها على راجل. فين مستقبلك وشغلك؟ عشان بحبه. بحبه وانت مش حاسه بيا، ولا هو كمان حاسس بيا. يا ستي ملعون قوي الحب ده اللي خليكي تبقي مذلوله ومتبهدله كده. ايه؟ معاش اللي يذلني ويبهدلني.
انا هعرف اعلمهم الادب وادفعهم ثمن الوجع اللي انا فيه ده غالي. طب لما انت عايزه تعملي كده مش يلا بقى ننزل نشتري الفستان؟ انا مش هعرف اختاره لوحدي ومحتاجه ستايلست، واظن مفيش احسن منك. ولا انت بقى مش ناويه تروحي الافتتاح وتاخديني معاكي؟ لا طبعا هروح، عشان اتعبت في المشروع ده اكتر منها بكتير. يا ناري ما تتكلمش ليه؟ في الحقيقة يا فندم أنا مكسوف منك شوية ومتردد إني أتكلم. لا والله ده من إمتى بقى الكسوف ده؟ اتكلم ما تخليش أزعل منك. قصدي أول مرة بصراحة هطلب منك طلب شخصي. يبقى عايز فلوس، عايز كام يا ترى؟ ربنا يخليك يا فندم، ده خيرك مغرقني. خيرك؟ خير مين بس يا مطارة؟ ده كله من خيركم أنتوا. أنت ناسي إن شغلك ومهارتك وذكائك جزء لا يتجزأ من نجاح الشركة دي؟ ده شرف كبير ليا يا فندم، ويمكن ده اللي شجعني يعني إني أطلب منك، خصوصًا بعد ما عرفت ان نهى اعتذرت عن مشروع الاقصر، واستغربت جدا كمان اعتذارها ده، يعني حرصا مني على مصلحه الشركه انا بطلب من سعادتك اني اروح مكانها. يا طارق بس انت عارف انا ما اقدرش استغنى عنك هنا في مكتب القاهره، صعب. انت عارف ان انت بالنسبه لي دراع اليمين. هنفترض مثلا ان انا سافرت، مين هينوب عني؟ وانت عارف ان انت الوحيد اللي بثق فيه. يا فندم دي ثقه انا اعتز بيها جدا، بس حضرتك عارف امكانياتي وكفاءاتي ان انا اقدر انسق ما بين هنا وهناك. والحقيقة طارق أنا سلمت المشروع لسليم. سليم؟ سليم كمان يستاهل اختيار في محله يا فندم. سليم كمان قلبه على الشركة. كلكم قلبكم على الشركة. أيوة يا إنجي خليه يتفضل. طب بس إذن يا فندم. طيب يا طارق مش عايزك تزعل، ها بكرة اللي جاي أحلى. يلا. أكيد يا فندم الشركة لازم تبقى في تقدم مستمر. هستناك في الحفلة، هشوفك. ها؟ فندم ما ينفعش ما اجيش. يلا. مرحبا. أهلا بيك. هشام. بونجور. كيفك استاذ؟ الحمد لله تمام، اتفضل اتفضل. إيه الأخبار؟ تمام، ماشي الحال. طارق. إيه يا إنجي؟ إيه رأيك؟ في إيه؟ في إيه في إيه؟ هشام. ايه يا انجي انت نويتي؟ تقريبا. ربنا يوفقك، انت بنت حلال. ما انا عارفه ان انا بنت حلال والله، انا بسالك عن رايك انت فيه. بينه ابن حلال زيك. صدق صدفه؟ ما دام هو ابن حلال كمان يبقى نصيبي. الحقيقه الصدفه كتير عم تلعب دور بحياتي، ودايما بلاقي حالي متورط باشياء ما لي علاقه فيها. متورط؟ خير؟ ربنا يستر. متورط في ايه؟ قول لي. لا 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 ماشي خطير، بس من وقت ما تعرفت على فادي وانا عم حس انه المغامره لحقتني من محل لمحل، ويمكن احلى محطه بهالمشوار هي لما التقيت بانجي. محطه؟ محطه مين يا مشان بقى؟ ده انت عامل ترانزيت عندي في الشركه 24 ساعه. ايه لاحظت؟ هو كل واحد بيستعمل الكلمات اللي بيستعملها بشغله. عندك حق، وانا بصراحه جاي لعندك اليوم لان ما لي حدا، يعني الوالد والوالده توفوا من زمان. البقاء لله. ميرسي. فإذا ما عندك مانع أنا كتير بشرفني إنك تكون أنت عيلتي هون وتطلب لي إيد أنجي من أهلك. طبعا ده شيء يشرفني أنا كمان وسعدني جدا. ألف مبروك. ميرسي كتير أستاذ كريم. عن جد. على إيه؟ لا شكر على واجب. أنجي هتتجوز؟ هشام أنجي بالنسبة لي أختي الصغيرة. عشان كده أنا عايزك تحطها جوه عينيك وتاخد بالك منها. والله أنا كنت متأكد إنه هي اللي تاخد بالها مني مش أنا. واضح كده إن أنا هاخد بالي منكم أنتوا الاتنين وأمري لله. ماشي. قول لي عزمتك الحفلة ولا لأ؟ مبروك مشروع الأسرة اسلام. الله يبارك فيك يا حبيبي. في ايه يا راجل؟ هو احنا في بينا الكلام ده؟ ده كنت هفرح لك يعني، ما كنتش هقر عليك. يا عم الحوار ما بقالوش يومين، عديها ما جاتش فرصة أقول لك يعني. ماشي. ده نهى جت اهي. مين اللي معاها دي؟ هم. ازيكم يا ولاد؟ ازيك يا نونو؟ نورتي. يا هلا يا هلا. ميرسي أختي. هاي ازيك؟ احنا مي اخت نهى. انت اخت نهى؟ اه. ايه يا نهى؟
مخبيها فين طول الوقت ده؟ مش تعرفين عليها من زمان؟ اديك اتعرفت يا حبيبي. انت بقى شويه وانت تبدي واقف لي في كل حاجه كده منوره. ميرسي نايا. مش عايزك تتخضي من القنبله اللي هتنفجر دلوقتي. مفيش بدك تعمل هتشوفي. تعالي يا جماعه، انا عايز اشكر صاحبه المشروع على طريقتي الخاصه. نايا، الخاتم ده عربون حب ليكي، وانا قدام الكل بطلب منك انك تقبل خطوبتي. هوصلك انا، بس الحفله لسه في اولها، لازم نبارك العرسان. قلت لك كذا مره تطلع الموضوع ده من دماغها، مش قادره تستوعب ان هي اهم واكبر من كده. عندك كام سنه مايا؟ ايه السؤال الغريب ده؟ لان اللي في سنك واللي اكبر منك اللي هم اصلا عدوا بمليون اختبار في حياتهم ما عرفوش يوصلوا لنص النتيجه اللي انت وصلت لها في كلامك دلوقتي. الموضوع ولا هو موضوع سن ولا خبره، دي مساله كرامه. وجهه نظر برضه. طب هتيجي تسلمي معايا العرسان ولا لا؟ اكيد مش هينفع، انا موقفي محرج جدا بعد اللي نهى عملته ومشيت بالطريقه دي. انا لو كنت عارف ان ده اللي هيحصل ما كنتش جيت اصلا. كويس ان انت ما كنتش عارفه ان كل ده هيحصل. طب ممكن بقى تروح تسلم عليهم وتيجي عشان انا اتاخرت؟ رايح، اوعي تتحركي من مكانك، هرجع لك على طول. اوكي. مبروك يا حبيبتي. مبروك لنا اتنيناتنا. مبسوطه؟ اسعد واحده بالدنيا. بعشقك. ألف مبروك يا مستر كريم. الله يبارك فيك طارق. ألف مبروك يا نايم. ميرسي طارق. شكري بيه. مبروك يا باشمهندس. الله يبارك فيك. مبروك. ميرسي. قول لي يا شكري بيه بقى، إيه رأيك في المشروع؟ بصراحة فوق الخيال وأكتر مما توقعت. أنا مش عارف أشكرك إزاي بصراحة يا باشمهندس. لا شكري بيه، ما تشكرنيش أنا، المفروض تشكر المبدعة نايا. على فكرة هي اللي صممت المشروع مش أنا. على كده أنا فخور جدا إن في عندنا شباب عندهم طاقات إبداعية بالشكل ده. ميرسي شكري بيه، والفضل بعود لفريق العمل طبعا، لولا جهوده ما كان طلع هالمشروع بهالكواليتي، وعلى راسهم استاذ طارق. برافو عليكم يا جماعة. على فكرة احنا لسه قدامنا شغل كتير، نشاطكم ومهمتكم ديت فتحت نفسيتي على الشغل. خير ان شاء الله. ألف مبروك يا مستر كريم. الله يبارك فيك يا سلام. ألف مبروك يا نايم. ميرسي. شكري بيه، على فكرة سليم من أكفأ المهندسين اللي عندي في الشركة، المجموعة كلها بصراحة أنا ناجح بيهم، ونهى كمان من أفضل مهندسات الديكور اللي عندنا في الشركة. بس للاسف اضطرت انسحب قبل ما اتعرف على صاحبك، وده من سوء حظي. بس ان شاء الله هنتقابل مع بعض في فرص كتير جدا بعد كده، لانه لسه قدامنا شغل كتير، وهجتمع معاكم مره واثنين واكتر كمان ان شاء الله.